زي ما التكنولوجيا هتلغي وظائف كتير خلال ال10 سنين الجاية، زي ما كمان هتخلق وظائف جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. المشكلة مش هتكون في التكنولوجيا، المشكلة هتكون في اللي مقدرش يطور من نفسه ويواكب التغيير. 2023 هي سنة الذكاء الاصطناعي اللي في السنين الجاية هيوصل لمرحلة تطور رهيبة جدا، والذكاء الاصطناعي معتمد بشكل أساسي على البرمجة، ومهما الذكاء الاصطناعي يوصل لتطور ففي الآخر البشر هم اللي بيبرمجوه، وكل ما أبدع البشر في تطويره وبرمجته كل ما اتطور أكتر. النهاردة جايبة لك 3 مواقع قوية جدا تتعلم منهم برمجة زي ما انت عايز، والروابط كلها هتلاقيها في الوصف أسفل الفيديو. الموقع الأول هو Free Code Camp، أفضل موقع لتعلم البرمجة مجانا من الصفر لغاية الاحتراف، ويمنحك شهادة في نهاية كل كورس. من 2014 لغاية دلوقتي في 40,000 شخص تعلموا البرمجة من الموقع ده وقدروا يحصلوا على وظائف ممتازة في أبل ومايكروسوفت وسبوتيفاي وأمازون. قدامنا الشهادات اللي بيمنحها الموقع، فيها حاجات في تصميم المواقع وفي الجافا سكريبت وفي البايثون وتحليل البيانات وأمن المعلومات. بيعتمد في كل درس على أنه يحط مشكلة أو تحدي وإنت مطالب بأنك تحلها مع شوية تلميحات، يعني بيشرحوا للطالب المطلوب بالإجمال وبيدوا الطالب الحرية الكاملة في استخدام التقنيات اللي هو عايزها أو المكتبات اللي يحب يستعين بيها. عندهم قناة على اليوتيوب مليانة كورسات من مبرمجين مشهورين على مواقع التواصل ومن شركات عملاقة زي جوجل وأمازون، فيها أكتر من 7 مليون متابع وفيديوهات بتعلم كل حاجة عن التقنيات في جلسة واحدة. أنا شايفة فيديوهات معدية ل24 ساعة. كمان ليهم تطبيق على جوجل بلاي اتعمل له 100,000 عملية تحميل. الموقع التاني هو إيدكس، ده من أقوى المواقع اللي بتقدم كورسات أونلاين. في دكاترة جامعيين كبار بيقدموا كل حاجة تخص البرمجة، ورسالتهم واضحة جدا وهي تسهيل التعليم للعالم كله من خلال إنهم يشيلوا عائق المال والمكان للطلبة. موقع كنز، وعمرك ما هتندم على أي ساعة هتقضيها على الموقع ده. الموقع عليه أكتر من 3000 كورس في مجالات مختلفة، في كل المجالات مش بس البرمجة. في كورسات في الهندسة المعمارية وعلوم الطاقة والأرض وعلوم الأحياء وإدارة الأعمال وفي اللغات والتاريخ والأداب والعلوم الإنسانية والطب والرياضيات والفلسفة والعلوم الاجتماعية، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وعلم البيانات وتحليلها. مجال البرمجة لوحده متوفر فيه 278 كورس شاملين كل حاجة تخص البرمجة. في نقطة مهمة بس أحب أنوه عنها، وهي أن الكورسات مجانية لكن الشهادة لا. الشهادة علشان تحصل عليها لازم تدفع ثمنها اللي بيكون حوالي 49 دولار، لكن أنا هعلمك إزاي تاخد الشهادة دي من غير ما تدفع مليم، بس هنخلي طريقة الحصول على الدعم المالي من إيدكس في فيديو منفصل عشان الموضوع فيه تفاصيل كتير وعلشان الفيديو ده ما يكونش طويل عليكم. الموقع الثالث هو بروجرامايز، وده من المواقع الرائدة في تعليم البرمجة. تم تصميمه من قبل مبرمجين محترفين لمساعدة الناس اللي حابة تتعلم البرمجة. تطبيقاته متفرقة، يعني كل لغة على حدة لوحدها، بحيث انك لو عايز تركز على لغة واحدة بس هتلاقي تطبيقاتها لوحدها. الموقع بيقدم مجموعة من الدروس المجانية والمتنوعة لأكثر لغات البرمجة المتعارف عليها حول العالم، زي جافا، جافا سكريبت، سي، سي بلس بلس، بايثون، SQL ولغات تانية كتير. الموقع مجاني ومش هتحتاج لتسجيل حساب ولا اشتراك ولا اي حاجة. كل اللي عليك هو انك تدخل على الرابط الموجود اسفل فيديو النهاردة وتختار اللغة اللي انت عايز تتعلمها، يعني هتتعلم اللي نفسك فيه من خلال برامج تعليمية وامثلة ملائمة للمبتدئين. لو ضغطنا مثلا على السي هنلاقي فيه الشرح وفي امثلة وكمان ريفرنسز لو عايز ترجع لها. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم وتكون القناة بتساهم في نشر معلومة مفيدة. بكل حب وتقدير واحترام أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.